الرحمن الرحيم. موضوعنا لهذا اليوم بوت الغسالة. اعطيناه أهمية الموضوع هذا لأنه يسبب لك تلف للماطور، يعني إهماله وعدم صيانته يتلف لك الماطور، راح يصير عليك الشغلة بشغلتين. نجي شنو البوت؟ البوت عبارة عن قطعة لاستيك تشوب مثل تشوب بمثبتات. هذا البلادي يكون بهالطريقة تثبيته، ينكبس على البلاستيك ويفتح لبرا. هذا البلادي العطل اللي يصير بهذه البوشه راح تكون بها سوافان او تكون بها اكسده فتقيد حركه الشفت، او الشيء الثاني ان تصير تمزق بها بهذا اللاستيك حر وبرد تمزق. من تتمزق ايش راح تسوي؟ راح تدبلنا على الماطور وتحرق لنا، لان مكانها يكون بالضبط بهالصوره، لاحظ، فتحرق لنا الماطور. هنا شنو اللي راح نسوي الاجراء وشنو علاماته؟ اول شيء علامات يقوم عندك الماطور النشاف ما يفتر بسهوله، يصير ثقل بيه، يدعش ويتحرك، يدعش ويتحرك، يعني يصير ثقل بالنشاف. والشيء الثاني تلاحظ اكو قطرات ما يصير لي جوا، يصير عندك قرصات بالنتله يعني بالكهرباء. الحل الصحيح شو تسوي؟ نوبات، يعني يصير عندك حاله بانه، لان هذا من ينشق، اذا انشق كله دائري راح يصير ماكو توجيه للماطور النشاف، فشو يصير بيه؟ يتحرك بحركه جانبيه، يقوم يضرب بالجوانب مالت الغساله. فانت من تطلع عندك هاي العلامات شو تسوي؟ تجيب بوت جديد، هذا تخرجه تضغط عليه ذني هيك ويطلع لي برا. تجيب هذا البوت، هذا يسمونه بوت جوكر، باع البوشه مالته شلون جديده وبي سن. هذا الشيء اللي بي من الضبع اليمنى، من الضبع اليمنى ترخي، ما يرتخي، ما يضب عندك. فشو تسوي؟ من تفتح على اليسرى يضب، يعني صاير سنه عكس. هاي ملاحظه تفتهمها لازم. من يشدها هسه راح افتحها، نجيب كميه من السيكوتين، هذا ماده السيكوتين. وين الرش؟ الرش على هاي الجوانب، لان هاي الجانب هذا الجهه راح توينت على اللاستيك على البدي مالت الغساله، فحتى يمنع اي تسرب من المي. تجي انت شو تسوي؟ ترخي، هو راح الضباوه ينضب بصوره قويه وتديه مشكلته يرجع اوكي. فهاي نقطه مهمه، لانه اذا اهملتها راح يتلف عندك الماطور ويصير عليك الخساره بخسارتين، واحنا ما نريد نخسرك. زين عيني، فتنتبه لهاي المشكلة، وشكرا لكم.